السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي اليوم مجددا في درس مادة الصرف والتحويل، درس بعنوان اسم الزمان واسم المكان. اسم الزمان وضعنا له أو أسفله هنا الساعة ومشهد للليل والنهار. اسم المكان وضعنا هنا ملعب وهنا منزل. إذن وهذه الصور تدل على الفرق بين اسم الزمان واسم المكان، حيث أن اسم الزمان يشتق من الفعل للدلالة على زمان الحدث، واسم المكان يشتق من الفعل كذلك للدلالة على مكان الحدث. ننطلق من هذين المثالين. حضر التلاميذ في الموعد المحدد إلى الملعب. قمت بزيارة إلى مزرعة قريبة. إذن في المثال الأول نبحث عن اسم الزمان أو اسم المكان. نلاحظ هنا بأن في الجملة الأولى حضر التلاميذ في الموعد، إذن كلمة موعد تدل على اسم زمان إنها تتعلق بوقت محدد، إذن اسم زمان الموعد المحدد إلى الملعب. الملعب اسم مكان. ثم في الجملة الثانية قمت بزيارة إلى مزرعة قريبة. مزرعة، كلمة مزرعة تدل على مكان، إذن فهي اسم مكان. والملاحظ هنا على أن اسم الزمان واسم المكان من الأشياء التي تميزهما هما يشتقان من الفعل، وتميزهما هذه الميم التي يبتدئ بها اسم الزمان واسم المكان. موعد، مزرعة، منزل، مجلس إلى آخره. ولا بد من التنبيه هنا إلى أن اسم الزمان واسم المكان أحيانا لا يمكن التمييز بينهما إلا من خلال سياق الكلام، يعني سياق الجملة. مثلا حينما نخرج إلى الساحة نخرج أو الاستراحة نخرج في الساعة العاشرة، مثلا في الساعة العاشرة نقول العاشرة ملتقى الأصدقاء. كلمة ملتقى هنا في الجملة الأولى هي اسم زمن لأنها مرتبطة بالعاشرة بالزمن. وفي الجملة الثانية نقول الساحة ملتقى الأصدقاء. ملتقى هنا تدل على مكان لأنها مرتبطة بالساحة. إذن نفس الكلمة ولكن تدل في سياق على زمان وفي سياق آخر تدل على مكان. ونصل إلى أهم مرحلة في هذا الدرس وتتعلق بصياغة اسم الزمان واسم المكان من الفعل الثلاثي على وزنين، على وزن مفعل بفتح العين وعلى وزن مفعل بكسرها. فنقول مثلا ركب، يركب، مركب. المركب اسم مكان مفتوح العين مفعل مركب، أو على وزن مفعل فنقول جلس، يجلس، مجلس على وزن مفعل. ثم يصاغ اسم زمان واسم مكان من الفعل الغير الثلاثي على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، وهي نفس القاعدة التي نستعملها لصياغة اسم المفعول. إذن هذه الخطط هي تابعة لما سبق في صياغة اسم المكان واسم الزمان. إذن يصاغان من الفعل الثلاثي على وزن مفعل بفتح العين، ونتذكرها بالصورة التي تقدمنا بها سابقا في مطلع الدرس وهي صورة ملعب. إذن هذا الوزن مفعل نتذكره بملعب. الوزن الثاني على وزن مفعل بكسر العين نتذكره بصورة المنزل، نزل، ينزل، منزل. والوزن الثالث من الفعل غير الثلاثي، فعل الرباعي أو الخماسي، على وزن اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي، يعني القاعدة التي تعرفنا عليها سابقا. مثلا استشفى، استشفى اسم المكان الذي يصاغ من هذا الفعل الغير الثلاثي هو مستشفى، مستشفى. إذن كما قلنا يصاغ اسم الزمان واسم المكان من الفعل الثلاثي على وزن مفعل من الأفعال الثلاثة التي ذكرنا،
المفتوح العين مضارع مفتوح العين والمضارع مضموم العين، ومن الفعل المعتل الناقص، ويصاغ كذلك من الفعل الثلاثي على وزن مفعل مثل منزل، ويشتق هذا اسم زمان واسم مكان من الفعل الذي على وزن يفعل مثل على وزن يفعل مثل ينزل ينزل منزل، وكذلك من الفعل المعتل الواوي، يعني المثال الواوي من الفعل المعتل المثال الواوي مثل وقف موقف. لكي نكتسب دربة على صياغة اسم الزمان واسم المكان من الفعل، سنقوم الآن بملء هذا الجدول. تلاحظون هناك الفعل مضارعه وزن مضارعه اسم الزمان اسم مكان ثم وزنه، أي وزن اسم زمان واسم مكان. الفعل هنا ماض، سنأتي بمضارعه ثم بوزن مضارعه. إذن بعد ذلك في هذه الخانات سيظهر لنا الأوزان التي تحدثنا عنها، إما وزن مفعل أو وزن مفعل بفتح العين، أو قد يكون على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر. إذا أردنا أن نملأ هذا الجدول دائما نتذكر تلك الأوزان التي تحدثنا عنها، الأوزان الثلاثة وزن مفعل ووزن مفعل وعلى وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، قاعدة صياغة اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي. إذن كتب، يكتب، يفعل، الوزن هو مضارع ويفعل، الاسم اسم المكان هو مكتب، مكتب اسم مكان وزنه مفعل بفتح العين، سبح يسبح هو المضارع وزنه يفعل اسم المكان هنا كذلك، مسبح على وزن مفعل، إذن هناك تشابه، هناك نفس الوزن مفعل مفعل مكتب مكتب، غرب يغرب يفعل مغرب مفعل، إذن هذا وزن مفعل هنا، افترق يفترق يفتعل مفترق هنا على وزن مضارعه، لماذا؟ لأن الفعل غير ثلاثي، الفعل غير ثلاثي، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، فيه خمسة أحرف. إذن وقف يقف هنا أثناء وزنه، نلاحظ بأن الفعل المثال الواوي قد حذفت فاؤه، وقف حذفت حينما نحوله إلى المضارع، وهذا معروف في قاعدة الفعل المعتل الأول، يعني الفعل المثال. موقف، ها هو اسم مكان موقف على وزن مفعل. إذا نلاحظ في هذه الخانة هنا، هذه الخانات هنا، أنها لا تخرج عن الأوزان الثلاثة التي ذكرنا سابقا، مفعل مفعل أو على وزن مضارعه، وهذه الأوزان بإمكانكم أن تتذكروا الوزنين مفعل ومفعل لاسم الزمان بتذكر هاتين الصورتين التي بدأنا بهما هذا الدرس، صورة ملعب وهو الوزن مفعل، وصورة منزل وهو الوزن مفعل. إذن عندنا وزنان من الفعل الثلاثي، والوزن الأخير والثالث هو على وزن مضارعه. السلام عليكم ورحمة الله.